قال وسمعنا استنان عائشه ام المؤمنين في الحجره فقال عروه يا اماه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات احداهن في رجب قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط